السلام عليكم جمهور قناة العصر. المقطع ديال اليوم راه من سوق قريعة والفيديو ديال اليوم السبت راه السوق شوية خاوي. المهم جينا درنا لكم المقطع، كان واحد الغياب وعكة صحية، كنتمنى الواحد الشفاء والحمد لله على كل شيء. والمهم المقطع راه كان شيق كيف العادة، كانوا فيه بزاف السلالات، أحجام صغيرة أحجام كبيرة، كل واحد الولاعة ديالو. تابعوا المقطع حتى الآخر، ديروا أبوني فعلوا الجرس، وشكرا للجميع وشكرا للناس اللي كيتفرجوا فينا، وتحية عائلة قناة العصر الصغيرة والكبيرة واحتراماتي للجميع. ديروا أبوني لايك فعلوا الجرس باش المقطع يزيد القدام وتحنا نزيدوا القدام فضلكم، وشكرا للجميع. تبارك الله اللهم بارك. كاين هنا الكانيكورس اخويا ياك؟ شحال عندهم في السن؟ عندهم 55 يوم. اللهم بارك. هذاك تكير لي من ليه؟ هذا تكير وهذه انت، وراه تبارك الله ما شاء الله. هذو اللون اللي غيخرج فيهم واش من لون؟ غيخرج فيهم الكري والبلو. الكري والبلو. اللهم بارك. والثمن؟ الثمن 5500. الثمن راه 5500 درهم، 110000 ريال البياسة. الله يسخر اللهم بارك، راه شي حاجه زوينه. دايرين لي فاكسان كلشي اون ريغ، راه بالكارني ديالهم. والرقم ديال التليفون 0679 57 11 63. هذا هو الرقم ديال الاخ اللي بغى شي حاجه تواصلوا معاه، راه عنده الكاني كورسو. والله يسخر اللهم بارك، راه شي حاجه زوينه. كاين الهاسكي دوبرمان، ها هو راه الرقم في الفيديو. ايوا الدوبرمان كاين فوق الهاسكي بيرجي ياك. بيرجي كاس كاري دومي كاس، بيرجي دومي كاس والهاسكي وهاد مالينو هنايا. هي باركه، اللي بغى شي حاجه تواصلوا ليا مع الاخوه. وراه الكاني كورسو هنايا شي حاجه زوينه، الله يسخر اللهم بارك. كاين حتى الكنار، اللي بغى شي حاجه تواصلوا ليا مع الاخوه. كاين حتى الروطويلر، المهم عندهم بزاف تلي راس، اللي بغى شي حاجه تواصلوا ليا معاهم. الله يسخر اللهم بارك، الله يحفظك خويا احتراماتي. صاحبي اسم سلالة هنايا الدوك ارجونتين. الدوك ارجونتين راه انت يوض كير. شحال عنده في السن؟ 5 شهور ويومين. راه عنده 5 شهور ويومين. تبارك الله، انتوما كتشوفوا قداش تبارك الله فاكسيني كلشي، كارني د فاكسين. ما كاينش كارني ولكن راه مطريطيهم الاخ. والثمن هنايا؟ الثمن مناسب هو 2000 درهم. 2000 درهم بياسه؟ 2000 درهم. الثمن 2000 درهم بياسه. اللي بغى الدوك ارجونتا الكورا انتاو متواضكر. فين وتكير؟ كبير عشير، من هنايا ومتوالي كتشوف. متوالي هذه اللي قدامنا، وتكير هو اللي طور، عندهم شي 5 شهور ونص، راه فاكسيني 5 شهور ويومين. والرقم ديال التليفون اصاحبي؟ 0601 13 22 76 غيكون الخير ان شاء الله. شحال الرقم؟ عاود رقم 06 01 13 22 76. هذا هو الرقم ديال الاخ اللي بغى تواصل معاه، راه عنده حتى الوالدين نويركم كلشي. النمره في الواتساب، راه في الواتساب اللي عجبوها البياسات تواصلوا مع الاخ. ما عمرهم ما خرجوا، راه اول مره كيخرجوا. قال لكم الاخ انتم كتشوفوا تبارك الله ما شاء الله. الله يسخر اللهم بارك. باقي يطلع عندك، باقي يطلعوا، باقي نصحوا. مازال غير خصم الخدمه. قال لكم الاخ واللي قدام راه زيد يتهلا فيهم، راه تبارك الله ما شاء الله. الله يسخر داك الشيء اللي كاين. الله يسخر لك اخويا، الله يحفظك الله يحفظك. احنا كنتواجدوا عند الاخ رضوان، وراه عنده سلاله طرطويله رضوان ياك اخويا. راه ديما الجديد عند رضوان. رضوان راه معروف الصوت اخويا، عنده راه مولوع تبارك الله. الكارني ديالو بكلشي، راه بالكارني ديالو فاكسان كلشي اون ريغ. والدرا ديال البيديغري الشجرة رواية. راه تبارك الله ما شاء الله. هانتوما كتشوفوا تبارك الله ما شاء الله. شحال عنده السن رضوان؟ عنده عام. راه عنده عام. راه تبارك الله، راه بالكارني كلشي اون ريغ. رضوان زيد، احنا تسنى رضوان تيجي نولعكم معانا. راك كلب قبيح تبارك الله ما شاء الله. شحال الثمن هنا رضوان؟ شحال الثمن؟ الثمن اخويا 2700. الثمن 2700 درهم. هذا هو الكارني رضوان. هذا هو الكارني. ها هو الكارني ديال الكليب، راه سلالة الروطويلة. ها انتم كنتوا داير كاع لي فاكسان. فاكسان كامل. راه كاع لي فاكسان معنا الاخ رضوان، راه ديما معنا في السوق حتى هو. الطبيب بس السيرتيفيكا ديال الطبيب. اييه. باش بنادم يعرف بنادم العام. وعاد ضارب الريب، حنا راه حرفتنا البقر والحول. داك الشيء اللي كاين. الله يسخر رضوان. الكلب راه خاصني كلب مالح. داك الشيء اللي كاين رضوان، راه ديما في السوق. هادشي اللي غنقول لكم عليه، راه ديما الجديد. هو زيكزاك دوبات معناه. هاد مالين راه تباعت، هادي هي راه نصورها لكم نولعكم معانا. هانتوما كتشوفوا تبارك الله ما شاء الله. السلعه ديال رضوان هاد المالين راه تباعت، غادي نولعكم معانا. خليكم الرقم ديال رضوان، هذا راه باقي ما تباعش.
البروس قبيح تكيرش عنده السم تكير هذا شكون عنده هذا الشيء راه عنده سيستور كارني فاكسان كلشي اوريك لعند رضوان خليكم الرقم ديال رضوان تواصلوا معاه شهر وسيمانه بحال راه عنده سيستور وسيمانه الله يسخر اللهم بارك وهذا راه تباع وكاين هذا الرطويل الربعه ما تباعش هذا ثمن 2700 رضوان عمر كي داير كي داير الاجواء مبروك عيدك وخا معطله شويه الله يبارك فيك كي غادي مع الولاعه انا الحمد لله غادي بخير راه تبارك الله اخي عمر راه ديما الجديد والسلعه راه ديما في الدار السلعه ما كنحطهاش في راه عرفت عمر ما كنحطش السلعه انا بزاف في السوق راه كيجي راه عاشق الولاعه كيبقى يجي السوق ديما وصافي نتعاونوا معاه عمر السلعه عنده في الدار اللي بغى شي حاجه غيتواصل معاه واتصلوا به مباشره الله يرضي عليكم واش كاين هنا اخي عمر عندي تشاوسكي شي حاجه دوني انا راه تشاوسكي فيه الهاسكي وفيه تشاوشاو تشاوسكي ها انتما كتشوفوا تبارك الله راه حليب حليب هادو النونوس هادو النونوس هادو هما النونوس هاد اللي واش تبارك الله ما شاء الله الله يسخر اللي بغى شي حاجه تواصلوا مع عمر راه ديما كيطريطي وديما لي فاكسان وديما الكارني وكلشي اون ريغل عنده وراه كيصيفط المغرب كامل اللي بغى شي حاجه واحد المالين وتما تبارك شاربوني. الله ما شاء الله راه شاربوني شحال عنده في السنه عمر؟ عنده 3 شهور ونص راه عنده 3 شهور ونص تبارك الله ما شاء الله وهنا اش كاين؟ كانيش هذا الكره ديال المالينوا تا هما جوج بياس الكره هذوك خوش الكره بثلاثه شحال عندهم السلعه درت ثلاثه الكره انتي واطر عند عمر عنده بزاف السلعه تواصلوا معاه وراه غيوريكم السلعه ديالو كنعيطوا ليه مباشره اهم حاجه عاد دخلوا عنده الواتساب اللي بغى شي حاجه مرحبا مرحبا انا راح نصوروها هي ديال عمر ماشي ديال راه هي ديال عمر دريويش نكملوا معاه هنا شنو كتشوفوا مع عمر نونو الشيء تبارك الله هانتوما كتشوفوا تبارك الله راه الجمال هنايا هادي يعيشوا في بارطمان يعيشوا فين هادو ديال البارطمان هادو ديال البارطمان ياك كاين كالم باغا يلعب باغا يبقى حداد صافي هادشي هادو تشوسكي هادو وهاد الكانيش هادو تما ديال البارطمان هادو ديال البارطمان راه شي حاجه كلاس كلاس دالاس هانتوما كتشوفو راه كلشي بكارني هنا ياك عمر كلشي لي فاكسان وبلي فاكسان وكيطريطي الدواء ديال الحناش هذاك الشيء شوف هذاك الشيء ما ندوش الحريفي الحريفي راه كيطريطي راه الصالح ديالو في الصالح ديال الناس اللي غيشريو تا هما اليوم السبت راه كتشوف داك الشيء اللي كاين راه السبت ولا شويه قالك شي بياس بحال ما كاين لا راه الكليبات اللي عند عمر راه هما اللي كاينين حتى الدور تصور راه خاصك تبين شنو كاين اشنو غيشري اشنو كاين في السوق بنادم يعرف من عند من يشري راه باين هذا الشيء عمر ماشي بياس باينه دوريجين دوريجين داك الشيء اللي كاين ماشي دوريجين دوريجين ماشي نعمو على كل شيء داك الشيء اللي كاين ولكن راه كاين زيد المزاد هذاك الشيء اللي كاين راه الكاليتي كتزاد بالثمن هانتوما كتشوفوا هنا تبارك الله ما شاء الله هاد اللي كانيش شحال عنده في السن؟ هادي عنده دابا شي عام هادي راه دابا قدام الدراري راه ذكية بزاف تبارك الله عنده شي عام وهذا راه عنده 6 شهور نفس لاراس نفس لاراس تبارك الله ما شاء الله راه غنخليكم راه بجوج نتيوات غنخليكم الرقم ديال عمر اللي بغى شي حاجة تواصلوا عيطوا ليه مباشرة عيطوا ليه مباشرة عاد باش تدخلوا عند الواتساب مباشرة راه حيت كيدخل عنده الناس بزاف راه صعيب يجاوب كل شيء اللهم اتصلوا به قول له شنو بغى يجي منه راه ديك الساعة غيتواصل معكم عن طريق الواتساب والله يسخر راه عنده سلعه في الدار ديما عمر عنده سلعه في الدار هادشي اللي غنقول لكم حاجه طوب وديما لي راس وديما الجديد طوب 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 الله يسخر عمر ديال الله يحفظك عمر تبارك الله عارف اللي كاين اخي عمر ديما سلعه نقيه وديما سلعه كاليتي ما تشكرنيش شكر بصح لا بصح عمر صراحه عمر ديما عنده سلعه وديما عنده كليبات وكيتهلا في كليبات وهادشي اللي كاين الله يحفظك عمر تبارك الله عليك على المباشر معنا الاخ السلام عليكم السلام عليكم مرحبا بكم مرحبا اخي احنا كنتواجدوا في واحد السوق اللي هو اكبر سوق في المغرب اييه اكبر سوق في المغرب ديال الكلاب ديال الطيور اللي معروف بالطيور بالكلاب بجميع الحيوانات داك الشيء اللي كنديروا الاكله هنا هي الاكله زوينه الاكله السريعه انتم كتشوفوا الاكله السريعه راه ديما الاخ في السوق الله يسخر الله مبارك الشواية تحياتنا للناس ديال مرحبا الله يحفظك تحية للمغرب كامل الناس ديال طنجة وجميع المغاربة اللي كيجيو عندنا لهنا مرحبا وعندنا كليان من أي منطقة داكشي اللي كاين الله يسخر الله مبارك احترامات لجميع المغاربة والله يصوب آمين الجميع الله يحفظك وتبارك الله عليك وشكرا لك مرحبا خويا احتراماتي الله يحفظك احتراماتي الله يسخر يا ربي هانتوما كتشوفوا وحنا كنتواجدوا عند الاخ محمود راه من الدراري المولوعين واش كاين من سلالات هنايا محمود خويا
خويا عندنا هنايا انتوا ديال البيت مع الكاليكورسو. هذه في البيت وفي الكاليكورسو. الله يسخر. عندنا جوج بيسات ديال شحال عندها في السن؟ عندها في السن 14. عندها شحال؟ 14. راه عندها 14 ونص هنايا. لعوبه ما فيهاش كاع الشراسه. كارنيت فاكسان كلشي. كلشي كلشي لطاير. في البيت والكاليكورسو. والكاليكورسو هذا الشيء ما كتشوفوا. هنايا عندنا هنايا خويا محمود. هادو راك عارف. هادو دي كانيش. بينشر بينشر شحال عندهم في السن؟ الوليد ديالهم صغار عام ونص راه عندهم شي عام ونص هو الوليد ديالهم الوليد ديالهم شحال عنده في السن؟ قال لي الوليد يشوفوا جمال تبارك الله الله يسخر ها هو خويا ها هو شحال عنده في السن؟ عنده في السن دابا 40 يوم راه عنده 40 يوم اييه الاب والام ديالو هادو كوبي ديالو ما تبارك الله ما شاء الله الثمن هنا محمود هذا 1200 درهم اخويا وبقى معلف الثمن 1200 درهم 24000 ريال واللي بغى يقعد معاه والوالدين الوالدين ماشي للبيع بغى نمشي واحد 6000 درهم الوالدين اللي بغاهم بجوج راه 6000 درهم واحد جوج ولاد ديال الروت هنا راه كاين الروت وايلر شحال عندهم في السن عندهم 40 يوم ثمن كوران تاوي جوج نتاوي اللي بقاو عندنا راه بجوج نتيوات هنايا صغيبه حمراء انا نصور داك الشيء الثمن هنا محمود الثمن خويا 1000 درهم الثمن 1000 درهم هنايا اللي بغى شي حاجه الله يسخر اللي بغى شي حاجه هنا محمود اش كاين كاين التكيير ديال المالين والله ما بارك هنا راه التكيير ديال المالين والشاربوني راه ولينا واقفين شحال عنده في السن؟ 1000 درهم 1000 درهم هذا المالينوا عنده 40 يوم ان شاء الله راه في اقرب وقت اللي بغى شي حاجه تواصلوا مع محمود راه السلعه كتمشي كاينه السلعه اخرى في الدار مركزيه وهذا القطيطاش سيامو هي هنا راه كاين السيامو الكارني ديالها راه الكارني ديالها كتبان ياك لا شحال بقى لك شحال هنا ما تهربش لا ما تهربش سيامو ها هي راه سيامو راه الكارني ديالها فاكسيني فاكسينين قيام ربيع شحال عندها في السن؟ السن دابا ما كملاتش شهرين ما كملاتش الثمن؟ هي الاخرى تاهي سيامو مارك الاخرى هي عندنا الولينات صفرين وفيها الثمن شوفوا تاهي راه سيامو الثمن هنا محمود هذه خويا كيف داروا 1200 درهم 1000 درهم ثمن هذا الثمن راه 1000 درهم بياس 1200 والاخر هذه 600 وهذه 600 درهم هنايا اللي صورنا اللي بغى شي حاجه تواصل مع الاخ محمود محمود الرقم اخويا 0675 98 08 74 74 74 هذا راه ديال الاخ محمود هذه راه بيرجي تبارك الله مليحه كاري كاسي دوميكاس راه بيرجي دوميكاس صغيبه حمراء شحال عندها في السن؟ 3 شهور راه عندها 3 شهور والثمن؟ الثمن خويا 3000 درهم الثمن 1000 درهم اللي بغى راه خاين محمود داير ثمن مناسب اللي بغى شي حاجه تواصل مع الاخ محمود راه باقا عند السلايل اخرى اللي بغى شي حاجه عندي وليدات ديال المالينوا في الدار راه محمود ديما في السوق راه مولوح اللي بغى شي حاجه تواصل معاه راه عنده ديما الجديد راه غنجي عندك محمود والله غنجي عندك راه غنعجبك الله يحفظك محمود الله يسخر لك انت الله يسخر لك